الغداف. كان الطريق يمر في شمس الظهيرة في رمال لامعة. لا شيء يظهر في المكان، فقط قفار والسراب. وفجأة عج المكان هنا بأسراب الغداف كأنه حلم قديم. غارق في اللاشعور وجدت نفسي بين نفسي والتلاشي في عوالم لا تفسر. ما الذي دفع المكان لكي يحولني إلى قطعة مناسبة لتصبح في النهاية رغبة وتأملات؟ كنت أنظر من نوافذ أقفلت، والسائق المذعور أعرف لم يكن يدري بما يجري هناك. على الزجاج تراكمت كل المناقير الطويلة وهي تنقر في ضجيج مفزع. ما كان مني غير أني صرت أنظر في عيون تأكل الحر الذي اخترق الزجاجة، وصرت أشعر باختناق موجع، وشعرت كيف تكون لحظات الصراع مع الحياة قبيل فقد الوعي.